انا قلت قصيده ومعروف بالقصيده هذيا، بكت الحبيبه عن حبيبها، وبكى الحبيب عن حبيبته، بكت تونس عن اولادها، وبكى اولاد عن تونس، فاتى من يمسح دمعتنا. اعلمكم ان حن بعل قد قام من جديد فقلب الوطنيين من حديد، افتش عن اخي فلم اجده، وجدتها في قيس هل من يناقشني، مطموره روما تناديكم، ازرعوا شجرة يا مستثمرين والأمطار ستنزل عن قريب. الاكتفاء الذاتي الفلاحة، احنا كنا تونس كانت اسمها مطمورة روما، كانت تمول في الامبراطورية الرومانية. احنا سبري نرجعوا ان ندرسوا من جديد الميدان الفلاحي، ونحبذوا العباد في المناطق نتاعها، نشجعوا على الاستثمار. وفما كلمة اخرى نوصي بها السلطة، هو ان نسيبوا بعض الأراضي للمهندسين وبعض العمل المختصين الفلاحيين، ونحبثوهم في الميدان الفلاحي. الميدان الفلاحي راو 70% هو اللي يحرك الدورة الاقتصادية وينقص من غلاء الأسعار، كثرة الإنتاج الفلاحي ينقص من غلاء الأسعار. بالنسبة لي أنا من محبين سيد الرئيس قيس سعيد، وباش نحاول أني ننتخبه مرة ثانية. بالنسبة لي أنا ك 42 سنة 40 سنة في القناة الوطنية الأولى، معروف الوجه هذا، شاهد على العصر، 40 سنة خدمة في القناة الوطنية، أعتبر أنه سيد الرئيس منقذ للبلاد هذية. عهد النور في أوروبا بدأ بداية القرن 17، وعهد النور بدأ بعد 25 جويلية. أنا مانيش نعبد الأشخاص، أنا نعبد الطريقة نتاعو، العملية نتاعو، اللي هو منقذ البلاد بعد الثورة، اللي حاولوا خربوا المؤسسات ماديا لسور سيمان وحسن التصرف في الموارد البشرية والمالية ما كانش موجود، السرقات، كثرة العملاء، ما خلاو شيء للشباب، اختراقات كبيرة في الإدارات، البلديات ما هيش قاعدة تخدم، إدارات ما هيش قاعدة تخدم. سيد الرئيس أنا راه نرقى، أنا راه وكما جاش هو 25 جويلية، يمكن تونس راي إذ ما حلت. حاول ينقذ البلاد من جديد، حاول ينقذ مؤسساتها، حاول يعطي قيمة للدينار التونسي. من أحد كلماته الشهيرة هو التعويل على الذات. التعويل على الذات هو يخلينا عدم الانحناء للأجنبي وللاتحاد الأوروبي. هذه سمحني، هذه زادة يعني يتبين أكثر ويبين أكثر في أن تونس لم تقترض من صندوق النقد الدولي. تونس لم تقترض من صندوق النقد الدولي، وتحاول أنها كل عام تخلص الديون نتاعها. هذيك دليل على نصرة سياسة قيس سعيد اللي آمر بالتعويل على الذات، ويمكن شوية فما تقشف شوية. هذاك علاش؟ باش عدم الانحناء للاتحاد الأوروبي. وأول بازة وقت قمة البندقية يمكن حاولوا أنه باش يملوا عليه بعض الإملاءات، بعض الشروط ما تفهمش معاهم. وقتها أمر باش نشمروا على الصعدة نتاعنا. أنا شو نقول في قصيدة معروفة، نقول ترابايي برنو دي لا بان لا بي سي تيني تيت فونكسيون تروفي موا لا سوليسيون جي تروفي لا سوليسيون X1 c'est le temps, X2 c'est le jour de la semaine, X1 plus X2 c'est le suivi et rendement. سيد الرئيس يأمرنا باش نعملوا على الذات البشرية. عدم تطبيق الإملاءات الأجنبية يحرر تونس. أننا في حرب تحرير، حرب تحرير اقتصادي. الخمس سنوات القادمة شنو الحاجات اللي لازمها يركز عليها رئيس الجمهورية حتى تزيد تحسن الأمور أكثر وقت؟ بالنسبة للسيد الرئيس قاعد يبني في الدولة الحديثة. خمس سنين الجايين هو التشجيع على الاستثمار، الاستثمار، بعض المشاريع الصغرى والمتوسطة، هو أعطى تغيير منظومة الدراسة، هو كما نقولوا المهني بالسوري تسمى البروفيسيونيل، أنه أنا من راش أنه الموظف نكونوا 100% موظفين، كما حكاية أعطيني خدمة مسمار في حيط. النهضة الأوروبية. أنت ماذا بك الثقافة ذي تتلغى ولا تتلحى نتجاوزوها؟ هو أنك تجي تلقى قبل الثورة 250 ألف موظف، وبعد الثورة 700 ألف موظف،
دونك أكثرية الماديات ماشية للوظيفة العمومية والمهن. الميزانية ماشية كلها شاري. ماشية شاري وشاري. الحل هو تغيير طريقة البيداغوجية. النجار عنده قيمته، البناي عنده قيمته كخبير في البناء زادة، الإلكتريسيا عنده قيمته، المهن اللي محقورة ما يزمش تحقر، لأن النهضة الأوروبية بدأت على الصناعة ما بدأتش على الوظيفة العمومية. الوظيفة العمومية ستان نيو ينقص بين المهن، هو ستان نيو بين المهن، بين المهن، المهن على كل ما بين كل المهن. أنا نرى دولة ما تنهض إلا بالتعويل على الذات، على الصناعة، عندنا على الأمور هذه، على التكوين المهني. أنا أراها تخطيط، تخطيط مخطط حتى من قبل الأيامات الأخرانية، العشر سنين الأخرانية نتاع الزين. أنا نرى، أنا قريت في لسي تكنيك ست سنين كخبير في البناء قبل ما ندخل للتلفزة، أنه تعديت على لسي تكنيك ما عادش نلقى المعهد الفني، من بعد ولا طويل، ومن بعد كلها ولا تطول. مثلا علاش ما وصلتش في التكوين المهني؟ هاك اخترت الوظيفة سيدي. اخترت الوظيفة، لكن في نفس الوقت أني استغليتها في بناء داري، استغليتها أني علمت أولادي البناء، استغليتها أنك يمكن جيت نحكي مهنيا. مهنيا علاش ما مشيتش في التجارة؟ أنا كان جيت الفرصة باش نمشي للمهني، راني مشيت للمهني، لكن أني نقول للشباب التونسي أن المهني هو اللي يوكلنا القوت. ترافايي بريندي لابان، فيكتور هيغو قال يوكل موا الريش لابورير، فهمت؟ الميدان الفلاحي. علاش بعدنا على الفلاحة؟ مش نورمال نركزوا على الفلاحة كقطاع مهم؟